السلام عليكم، هنا معكم الدكتور شيرياب عبد الإله. أنا طبيب جراح العيون، عندي نمارس هذه مدة كبيرة في السبيشاليتي تاع الأوفتالمولوجي. الانسان اللي ما يقدرش يشوف، عنده مشكل في القرنيه تاعو، عنده البياض، عنده في القرنيه تاعو، عنده يعني كنضرب ولا مرضى ولا هذي، يجي يشوفنا ونشوفه، نعيروا له يعني القرنيه تاعو كيفاش عملنا، وربما يعني يروح بنتيجه مليحه، هي زرع القرنيه فنديروها له. كاين بليزيور تكنيك نتاع زرع قرنيه، نجمو نقولوا باللي كاين لا ترانسفيكسيون، يعني كنقلعوا كامل القرنيه، ولا كاين نقلعوا غير لابارتي سوبيريور لاميلير، ولا نقلعوا فاتني يعني لابارتي انفيريور. هادو سي لي دانيير تكنيك، سي لي كيراتوبلاستي اندوتيليال، اللي يعني في الخارج راهم عاد كي تمشوا بهم، والانسان يعني ما يسيب راحته بهذول التكنيك، يعاود يولي البصر تاعو، يولي الشوفه تاعو، ويفرح بهذول التكنولوجي جدود اللي راهم يديرهم في بلادهم. الاسباب اللي الانسان يبدل القرنيه، سيكو كما احنا قلنا باش نهضر على الانسان بالدارجه تاعنا، انا نقول لهم هذه باربريز عندكم مكسر. باربريز تاع العين هو القرنيه. الباربريز كيكون مكسر ويكون معوج، الانسان ما يقدرش يشوف. دونك يجي عندنا ونشوفوه ونديروا له فحص تاع بليزيور راديو تاع القرنيه تاعو. كاين اللي ثاني الامراض تاع نقولوا احنا الكيراتوكون، تاع الامراض اللي يتعوجوا هذوك القرنيه تعوج. كل شيء يعني كما نقولوا احنا بالعباره تاع طوموبيل، الموتور عنده مليح، يعني الشبكيه تاعو مليحه، بصح بابريز اللي عنده مكسر نبدلوا له بابريز. القرنيه كما قلت لكم يعني كسير دوفون تاع لوي، وكل حاجه اللي جيت تعارض على هذه على هذا القرنيه، الانسان ما يوليش يشوف مليح، الانسان ينقص في البصر تاعو، وهذا البصر تاعو يبدا يخيل باللي ما يراش يشوف مليح. كما يشوف بكري يروح يشوف عند الطبيب، والطبيب يعني يشوف له القرنيه تاعو باللي راه مريضة، سوا داير ان ابسي، سوا كيراتوكون، سوا دي مرضي، سوا ميم تروماتيزم نضرب وكل شيء، يروح يشوف الطبيب هذاك القرنيه تاعو يعني دارت يعني ما ولاش تشوف، باسكو يعني القرنيه يعني تنتفخ، وكي تنتفخ هذاك النفخ تاعها ما يخليش لا ترونسبارونس اللي كانت عنده الانسان يعني اللي كانت عنده يعني بكري. القرنيه نعرفوها بلي ما فيهاش لي فيسو، ما فيهاش حاجه تاع الدم، دونك يا موان دو ريسك دو روجي، على نقولوا احنا يعني على لو ران ولا زعماك على واحد نقولوا احنا لي زورغان اللي هذوك يعني الانسان يخاف منهم، باسكو لو تو دو روجي امبورتون. الاطفال يكونوا صغار قدام اللي يدخلوا يقراوا، الفحص عند الطبيب يشوفوا يعني واش عنده، خاصو نواضر، خاصو يعني يشوف ما يشوفش، اذا ما يشوفش كاين العلاج تاعو محد، ويكون صغير كاين العلاجات بزاف، على خاطر الا فات يعني احنا نقولوا احنا سورتو بور لي زومبليوبي، الا فات يعني الوقت نتاعو 12 عام يعني سي تري ديفيسيل دي ريكوبيري فيجن.